بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقة وتحدي أشواطنا في هذا اليوم، في هذا الصباح الجميل، وأشواط أبناء النيل، أشواط أبناء السودان، أبناء الخرطوم، أبناء بودليك، أبناء الكقيرة، أبناء كسلة، هناك بصراع قوي، بملتقى مميز، بمنافسة قوية. مقدمة هذا الشوط، المركز الأول، الله تاريخ، وأبو محمد هنا يسجل تاريخه، يسجل تاريخه في هذا اليوم، في هذا اليوم. الصديق بن عطا المولى على المركز الأول، حاضر على الصدارة. المركز الثاني، ثاني المراكز، يتواجد على المركز الثاني يا اخو. شوف هناك يا الكير، خلنا نطالع نشوف الرقم اللي على المركز، اللي على المركز الثاني، قادمة بأداها الجميل للسيد ايضا محمد خالد عباس، اللي هي شروط المركز الثالث، ثالث المراكز، واصلة بقوة قادمة اللي شواهين محمد عطاء، وهناك ايضا محمد يوسف المركز الرابع. ولكن ابو محمد على المقدمة وتحركت. يا سلام، تاريخ، تاريخ، فايضا يسجل التاريخ في روزنامة اهالي بودليك، في روزنامة اهالي بودليك. سلام بودليك، سلام، سلام بودليك، سلام، سلام، سلام ابو محمد، سلام الصديق بن عطا المولى، سلامي على هذا الاداء الجميل، سلام بودليك، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني لوصلت فيه اللي هي شروط محمد خالد عباس، المركز الثالث لسيد محمد يوسف. اما التوقيت الزمني لتسجل مشاهدينا الكرام، دقيقتين واحد وعشرين ثانية. الصديق بن عطا المولى، تهانينا والناموس للفائزين.